بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما شفنا في الدروس السابقة كيفاش نكريو لي طابل، وشفنا كذلك لي روكيت بالأنواع نتاعهم وبعض الأشكال نتاعهم، اليوم إن شاء الله تعالى غادي ندخلو واحد النوسيون جديدة لي فورميلور. شفنا كيفاش نكريو واحد الطابل، ثم عرفنا كل طابل، حددنا له الشطو نتاعو ولو تيب نتاعو كي داير، ثم عمرنا لي طابلو، درنا غومبليساج تاع الطابلو بمعنى الطابلو في دوك لي زانفورماسيون، ودرنا لي روكيت. لي قلنا الروكيت حنا استخدمناهم في لا سيليكسيون، بمعنى تي سيليكسيوني ولينا واحد لي زانفورماسيون تي يقدروا يجمعونا بين جوج لي طابل او لا ثلاثه، و تي افيشيون سونو شي كريتير انا حددتهم لهم. حتى لهنا عندي هاد كل لي زانفورماسيون جبتهم، اما كاينه في الطابلو او لا كاينه في الروكيت او لا في اي حاجه. دابا هاد الفورميل غادي الدور ديالها هي تتهز لي دوك لي زانفورماسيون اللي كاينين سواء في طابلو او لا في روكيت، وتتافيشيهم لها بواحد الطريقه معينه، بحيث اللي عندي الطريقه باش نتعامل معاهم سهله. اذا الروكيت تتمكنني عفوا الفورميل تتمكنني باش نبريزونتي دوك لي زانفورماسيون اللي كاينه في الطابلو او لا روكيت بطريقه معينه. اذا الا بنا نكري واحد الفورميل، كاينين مجموعه تاع الطرق غادي نمشيو كري، كاينين بزاف ديال لي ميثود. حنا غادي نمشيو للميثود الاولى اللي هي السهله، غادي نمشيو بليز دو فورميلير، ثم غادي نسيو اسيستون فورميلير، بمعنى اننا غادي نكريو هذا الفورميلا ولكن بطريقه ماشي بطريقه مانيوال، انما غادي يساعدنا البروغرام نقادو بطريقه سريعه. اذا هنا طابل اولا الروكيت، غادي نحددو لي طابلو الروكيت اللي غادي نخدمو بهم، نسيو اي طابلة ولا اي روكيت. حنا غادي نسيو طابل ستاجير، ثم هنا لي شون ديسپونيبل، بمعنى اشنو هما لي شون اللي بغيت نافيشي. حنا قلنا الفورميلا تتمكنني باش نبريزونتي هذوك لي زانفورماسيون اللي كاينين في وسط طابل او لا روكيت بطريقه معينه، ولكن انا ملي بريسيزيت لي طابل ستاجر بغيت نافيشي هذوك لي شون، ولكن هاد لي شون كيما نافيشيهم انا، اما نافيشيهم كلهم او لا نافيشي ليه لو نون برينو، او لا يعني تنحدد انا لي شون اللي بغيتهم يكونوا ديسپونيبل. انا غادي نافيشي اجوتيهم كلهم، لبن اجوتي واحد بواحد عن طريق هاد ليكون، من اجوتيهم كلهم اجوتيهم لهنا، بينما انا بغيت نقص شي واحد عن طريق هاد ليكون ولا نقصهم كلهم ونأجوتيهم كلهم. اذا هاد لي بوطون تاع تي بلاسما انا لي شون سيليكسيوني دوك لي شون اللي اخترت انا. اذا من بعد غادي ندير سويفون، ملي تندير سويفون تعطيني هنا ديك الطريقه تاع البريزونطاسيون تاع دوك لي زانفورماسيون، واش بينهم بحال شكل كولون سامبل او لا طابيلير او لا فيدو دوني او لا جيستيفي. حنا غادي نسيو هي كولون، بمعنى هنا السميه وهنا لي زانفورماسيون بهذا الشكل، ثم غادي ندير سويفون. هنا غادي نحددو لو تيب الستايل اللي بغينا. طلع هذا اللي تعطينا واحد لابيغسي بسيطه هنا نتاع الستايل، بس حنا باغ اكزومبل مثلا كاينين بزاف ديال الستايل نسيو مثلا حنا هذا، ثم ممكن نسي اي ستايل هنا، ثم سويفون. هنا السميه تاعت الفورميلير خليوها باغتي فو ستاجير، ثم تعطينا جوج الاختيارات. هاد الاختيارات ماشي مهمين بزاف، هو تيقول لك واش دابا فاش نكري هاد الروكيت واش نافيشيها في مود افيشاج ولا مود سكريبتور دو في. حنا نقول لها اوفغيغ مود افيشي، بمعنى يكريها و افيشيها. تلاحظوا ان افيشا ليها افيشا ديال لي زانفورماسيون على الطابل ستاجير، لو نيميرو ان، لو نون هلال، برينو اتسما مراكش ماركو. تلاحظوا ان هاد لادريس كيف ستينا حنا، ستينا لادريس دو تيب ميمو، بمعنى تات اكسبتي بزاف لي كاركتير. هذا هو الشكل تاعها بهذا الشكل، ثم اج، ثم الفيليا، ثم عندنا لي جروب على شكل لي ستيرونات بهذا الشكل. و تيتمكنني ندي بلاصه بين هاد الفورميل عن طريق هاد لي بوطون بهذا الشكل هذا، وممكن كذلك نزيد. تلاحظوا انه اون فوا تنوصل لاخر كاس يعطيني اجوتي نوفو. باغ اكزومبل مثلا اجوتي مثلا الجروب نسيتي جروب مثلا، ثم نجي اونتخي. تلاحظوا انه اجوتي لي رجع الاولانيه، نتي بلاصه بهاد لي بوطون هذا. تلاحظوا انه اجوتي لي هاد لي زانفورماسيون لي دخلت، وممكن كذلك نتي بلاصة عند الاخ اخر اونغيستخومون او لا اول اونغيستخومون عن طريق هاد لي بوطون تاع تي بلاصمون.
ممكن كذلك نكتب انا الرقم تاعو مثلا، ثم ممكن نكري واحد الجيب عن طريق هاد السام اللي فيه نوفيل انريجسترومون فيد. اذا تلاحظوا اننا كرينا الفورمولير ولكن اعطانا فواحد المود في شارج معين، مود افيشاج بهذا الشكل. حنا كيف ما شفنا لي طابلو ولي روكيت كاين عندهم مود افيشاج معين، اما مود كرياسيون بالنسبه للطابلو، اما مود كرياسيون او لا مود في دو دوني او لا مود غرافيك، هذا ما شفناه. وشفنا كذلك في الروكيت اما مود افيشاج او لا مود كرياسيون، نفس الشيء كاين بالنسبه للفورمولير. الفورمولير فيها ثلاثه نتاع الانواع تاع الافيشاج مهمين، كاين مود فورمولير اللي هو ديالنا حنا دابا بحال قلت مود تي ابيرسوناليز انفورماسيون، كاين مود باج ومود كرياسيون. حنا غادي نستعملو مود باج بهذا الشكل. هنا تلاحظوا انه اون فوا درنا مود باج عطاني لاكسي باش نشونجي لي زانفورماسيون تاعي. هنا هاد لومبلاسمون تمكنني باش نتبلاصا بين دوك لي مود طافيشاج اللي كاين عندي. ثم كاين عندي هاد لو زون تمكنني باش نغير مثلا نستي مثلا سيليكسيوني نسيليكسيوني مثلا هاد لي زانفورماسيون مثلا هاد لو نو، نحدد النوع تاع الخط مثلا لو نيميرو، نستي الخط مثلا بهذا الشكل هذا بهذا الشكل. وممكن اولا ربطو مثلا بار ديفو اولا كنترول زد. اذا انا تيمكن باش نغير النوع تاع كتابه الخط، بينما انا ممكن نغير لاطي تاع الخط، نقدر نجي نزيد 14 بهذا الشكل ولا تيبان الخط كبير. ثم عندي هاد النشوه هذا تاع باش غا يولي الفو غا، بالنسبه لهذا ايطالي كيكون مايل شويه. ثم هاد لاج غادي نسطرو عليه. ثم كاين عندي هذا تاع لا لينيومون، يا اما سونتر او لا دغوا او لا غوش. ثم كاين عندي هذا لو بوط هاد الشيء الرمز بحال شكل الشيطان شي ديال هذا تي كوبي ليا لي ميزون فورم باغ اكزومبل. انا بيت هاد لي ميزون فورم، لي ميزون فورم هما دوك التعديلات نتاع التعديلات تاع النوع تاع الخط والحجم تاع الخط، دوك لي فيكت اللي ممكن ندير. هادي نهز مثلا نسيليكسيوني مثلا هادي هاد لو شو بهذا الشكل، ثم غادي نقول لي كوبي لي كوبي، غادي تكوبي لي ميزون فورم، كوبيهم هنا حط لي ميزون فورم. تلاحظ ان نفس الميزون فورم اللي كاين هنا ولا هنا، نفس الشيء مثلا كوبينا حطو هنا. تلاحظوا انه اون فوا تنزل تنكوبي تولي لي كونط على السلم غير بهذا الشكل هذا، فيه بحال شكل واحد الشيطه صغيره. ثم نكليكي ونفس الشيء ممكن نرد دوك لي زانفورماسيون كيف كانوا مثلا، نكوبي لي زانفورماسيون ماشي. ثم عندي هنا تغيير الكولور نتاع الخط، بالنسبه لي تغيير الفون لي غير بلون نتاع الكولور بهذا الشكل شي شكل لي بين. ثم انا الميزون فورم كونديسيونيل ما عادش نخدمو بهادي، حيت هادي عندها علاقة بالكونديسيون. باغ اكزومبل نقولو ليه إلا كان هادي كبر من هنا لون عليه بهاد اللون، ديري هاد لي زون فورم إلا كانت هاد لي فالور كبر إلا كانت صغر. حنا ماشي الهدف تاعنا هو هذا، نردو هاد لي زانفورماسيون باغ ديفو. ثم كاين عندنا هاد الميزون فورم، بمعنى ترد انا واش ترد هاد الفورمين، اما نغيرها في لو تيب نتاع واش مونيتيغ او لا بورسونتاج او لا او لا. ثم عندنا الكادرياج واش ناكتيفيه، تلاحظ انه ولا عندي هادشي في كادرة فاش كنت كادرة، او لا ناكتيفيه اللي لين بوحدهم ولي كولون نخليهم بلاش، يعني على حسب لو شغل لي كولون ولي لين بلاش. هنا نستو مثلا باغ اكزومبل كل طابلو لي دو لي لين ولي كولون. هنا ممكن تحكم في الخط نتاع هذا الخط نتاع البوغزيغ نتاع هذا نتاع هذا الكادر، طلع هذا النهار ولا غليظ. هنا انا تنحط واش غليظ ولا رقيق، هنا النوع تاعو. هنا نزيد الستايل نتاعو واش بغيتو متقطع او لا بهذا الشكل، ممكن نحدد هنا الكولور تاعو نسي مثلا شي كولور باغ اكزومبل هاد الكولور هذا. اذا نجي مثلا هاد الكولور نسي مثلا لي زانفورماسيون رقق بهذا الشكل. طيب حتى لهنا تيمكنني باش ناجوت واحد التيتخ باغ اكزومبل مثلا تيتخ ممكن نزيد على الطابلاسيون، ممكن نغير هاد الديبلاسمون نكليك على اون ديبلاسيون بهذا الشكل. نعم ممكن كذلك ناجوت واحد اللوغو بهذا الشكل، نسيو حنا هاد اللوغو باغ اكزومبل
نسبريميو نسيليكسيون هاد زين ديال سوبر سوبريما نخليو غير لوغو بوندو و هاد التيتخ بهذا الشكل. ثم يمكن لي ناجوتي واحد لاضات هنايا في هاد فوق تاع الباج دوت او هنا تنحدد الفورما مثلا نقدر لا ديزاكتيفيت هادي ما هادشي افيشي ليا لاضات افيشي ليا لو ولا ديزاكتيفيت هادي ما افيشي حتى واحد فيهم. اذا ناكتيفي هم بجوج لاضات لو و ستيل فورما لي بيت هنا تعطي واحد لا بيرسون ليكزامبل بحال هادشي بحال هادشي ندير اوكي. تلاحظوا انه اجد تاليا هاد لي زانفورماسيون هنايا نعاود نتحكم في هادشي كيف ما بغيت. ثم كان عندي هنايا تاع اجوتي دي شون اكزيستون باغ اكزومبل حنا شفنا ديك الحاله فاش ناجوتيو لي شون و نحيدو سوبريمي لي شون تنسيو لي شون اللي بيناهم يكونوا ديسبونيبل ممكن نسانا شي شون ما اجوتيتوش و نبغي نعاود نخدم به من بعد. الا بغيت نخدم به من بعد يكفي باش نكليك هاد اجوتي دي شون اكزيستون و ناجوتي هنايا باغ اكزومبل مثلا نجيو مثلا اجوتيو لارج تلاحظوا عطاني لارج هنا لا فالور تاعنا يكفي باش نكليك دو فوا عليه هنا باش. اذا غادي سوبريمي انا هاد جوج تاع لي شون انت انا عندي ها هما كاين لارج فيني بهذا الشكل. ثم حنا شفنا من قبل كيفاش نحددو ستايل ستايل تاع هاد الفورميلير ممكن كذلك نغير ستايل واخا من ورا من قاتو كاين بزاف تاع لي ستايل كاين بزاف ديال لي ستايل. اذا هادي مجموعه تاع لي زانفورماسيون تدهم لينا هاد لي فورميلا وهادشي كان حاليا في المود باج باقي حنا في المود باج باقي ما انتقلناش للمود كرياسيون والمود فورميلا. ثم عندنا هاد لي زانفورماسيون هادو هما اللي تيمكنو كذلك باش نغير في الميزون فورم تاع لي كونترول بشكل معين كيف ما بغيت انا. اذا تلنا غادي نكتفي بهذا القدر هذا حتى لدرس اخر ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.